بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح نشرح فيه أهم ولا أشهر الإعرابات والإعراب المفردات المشهورة في البكالوريا، اللي هي البدل، عطف البيان، الحال والتمييز. لازم نعرف بأن البدل وعطف البيان فيهم كاين صعوبة في التفريق بينهما، ولهذا دائما يمشوا مع بعضهم. الحال والتمييز ثاني كاين صعوبة في التفريق بينهما، ولذلك دائما يمشوا مع بعضهم. نبدأ بالبدل. البدل لازم نعرفه شنو هو. البدل هو اسم معرفة يأتي بعد. البدل شنو هو؟ اسم معرفة يأتي بعد. احنا رانا رايحين نركزوا على البدل اللي راه يجي في الباك. شوف، راح نركزوا على بدل كل من الكل، ماناش راح نركزوا على بدل جزء من الكل، بدل الاشتمال، وبدل ايضا كل من الكل، هذاك النوع من يعني راح نركزوا على البدل اللي ما في يجي في الباك ولا اللي دائما يجي. قلنا اسم المعرفه ياتي بعده، واحد اسم اشاره ياتي بعده، اسم اشاره مثلا في هذا الوطن شعب عربي مسلم، مثلا في هذا الوطن شعب، وراه البدل. البدل قلنا بعد اسم الإشارة، صح ولا لا؟ إذا مباشرة راح تقول لي ها هو البدل. نقول لك كيفاش عرفت؟ تقول لي يا أستاذ لأنه متوفر فيه شرطين. الشرط الأول هو ال، الشرط الثاني اسم إشارة. الشرط الأول اللي هو ال، الشرط الثاني اسم الإشارة. مثلا يقول هذا إبراهيمي باك 2013، شوف باك 2009، سئمت هذه المدينة الأمريكية. ميخائيل نعيمة، نقول لك وراه بدل، تقول لي أستاذ ها هو راه. نقول لك كيفاش عرفت؟ تقول لي أستاذ ها هو قدامه اسم إشارة وفيه ال، متفاهمين؟ فيه ال، متفاهمين؟ جميل جدا، صح. هل التعريف يكون بال فقط؟ قادر التعريف يكون أيضا ب قادر التعريف يكون بالضمير، مثلا هذا وطني، صح. اثنين، قادر يقتل بدل بعد كلمة أيها، وهي كلمة مشهورة أيضا جاءت مرتين في الباك. نعطيكم مثال، مثلا أيها الشعب الأبي تحية، وراه البدل هنا. تقول لي يا أستاذ ها هو البدل، كيفاش عرفته؟ تقول لي يا أستاذ قدامه أيها، ثانيا معرفة. كيفاش نعرفه بدل؟ هل هو بدل مرفوع، بدل منصوب، بدل مجرور؟ على حساب. سئمت فعل فاعل، وش يحتاج مفعول بها وراه؟ إذا المدينة بدل منصوب، في هذا الوطن بدل مجرور. كيفاش عرفته؟ نشوف اللي قبله واش كاين قدامه. هنا كاين حرف جر، هذا اسم مجرور، صافي هذا بدل مجرور. هذا فعل فاعل مفعول به، مفعول به ديما منصوب، هذا منصوب. إذا البدل يتبعنا اسم الإشارة، الحركة تاعه. أيها الشعب، الشعب دائما مرفوع، إذا كانت قدامها أيها دائما الشعب مرفوع. ننتقل لعطف البيان. عطف البيان لازم نتفاهمه بأنه اسم، اسم علم يأتي بعد، اسم علم يأتي بعد، اسم علم يأتي بعد. احنا علاش ركزنا على اسم العلم؟ لأن هذا الشيء اللي راح يجينا في الباك. احنا رانا نركزوا واش راح يجينا في الباك، الإضافات والزوائد راني ماشي راح نديرها لكم، متفاهمين؟ معنا مانيش راح نتفصل لكم في البدل كل من الكل، بدل شنو اشتمال وكذا وبدل وعطف يعني ماشي راح نركز لكم على اشياء ما تجيكمش في الباك، رايحين نركزوا على الشيء اللي راه دائما يجي في الامتحان. اولا ياتي بعد، واحد ياتي بعد كنية، ياتي بعد كنية. مثلا تحدثت أم المؤمنين عائشة. أول حاجة رايح تحوس عليها هي وراها اسم العلم. اسم العلم يعني اسم إنسان، موسى، محمد، الأخضر، أبو القاسم. تقول لي أستاذ ها هو وراها، صح هذا اسم العلم، صح. اسم العلم هذا وش كاين قدامه؟ تقول لي أستاذ كنية، أم المؤمنين كنية، لا تفهمي. وبالتالي أم المؤمنين مدام كنية وهذا اسم علم، صافي هذا نعربوه عطف بيان، صح. اثنين، ايه كيفاش نعربو عطف بيان؟ مرفوع منصوب مجرور كيما هذا عاد. تحدثت أم المؤمنين عائشة، صافي أصلا عائشة هي أم المؤمنين، تحدثت أم المؤمنين ولا تحدثت عائشة نفسها، وبالتالي عطف بيان. اثنين، قد يأتي بعد لقب، بعد
لقب. لا ركز لي على انه اسم علم هي الاولى، لازم تعرف بانه اسم علم. ها ركز معي، مثلا امر الفاروق عمر، الفاروق عمر الجند مثلا بكذا وكذا، اول حاجه راح تشوفها هي هل هذا اسم علم ام لا. تقول لي استاذ نعم اسم علم، اسم علم هو اسم انسان. ايه واش كاين قدامه؟ تقول لي استاذ كاين قدامه لقب صيد، يعني لقب عادي الفاروق، وبالتالي هذا يتعرب عطف بيان مرفوع في هذه الحاله، في هذه الحاله مرفوع. نعطيكم مثال واحد، وظيفه، وظيفه خدمه، وظيفه ها مثلا دخل المدير ولا تحدث الكاتب احمد امين. احمد هذه واش كاين قدامه؟ يقول لي استاذ كاين الكاتب. الكاتب وظيفه ولا مش وظيفه؟ تقول لي استاذ نعم وظيفه، وبالتالي فعل فاعل عطف بيان، فعل فاعل عطف بيان، عطف بيان مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهر على اخره. متفاهمين؟ هذا المكان صح. او قد يكون قبله وظيفه، او قد يكون حتى صفه، مثلا جاء الكبير محمد، جاء الكبير محمد مثلا، جاء الكبير محمد. محمد شنو نعربوها؟ عطف بيان. علاه؟ لانها اسم علم. احنا واش قلنا على عطف بيان اسم علم؟ استاذ حبيت نسقسيك سؤال، عطف البيان نقدر نعربوه عطف بيان فقط؟ تقدر تعربو بدل ثاني؟ علاش؟ لان عطف البيان هو البدل صح، البدل ماهوش هو عطف البيان. عطف البيان جزء من اجزاء نوع من انواع البدل، يعني تقدر تقول عطف البيان وتقدر تقول هذا بدل، لان عائشه هي ام المؤمنين وام المؤمنين هي عائشه، الفاروق هو عمر وعمر هو الفاروق، الكاتب هو احمد واحمد هو الكاتب، والكبير هو محمد ومحمد هو الكبير، وبالتالي تقدر تعرب عادي جدا. بصح لاحظ معايا، لو كان نقلبوا هذه هنا وهذه هنا ونقول تحدث احمد الكاتب، تقول لي تحدث احمد الكاتب، وركز معايا مليح، تولي احمد فاعل عادي فاعل، والكاتب تولي لنا صفه. معليش، جاء الكبير محمد، كون نولوا محمد نديروها هنا والكبير نديروها هنا، نعكسوا الاماكن، واش تولي لنا؟ كبير تولي هنا، تولي جاء فعل محمد فاعل الكبير صفه، راح يختفي عطف البيان. ما تقدرش انت تعرب هذه عطف بيان حتى يتوفروا فيها شرطين، انها لازم تكون اسم، انها ثانيا يسبقها ماذا؟ يسبقها صفه، وظيفه، لقب، كنيه. وهذو الحوايج مشهورين جدا، مشهورين جدا. مثلا جاء الصديق ابو بكر، الصديق مثلا، متفاهمين؟ ان النبي محمدا، وراها عطف البيان تقول لي محمد لان قدامها النبي، والنبي وظيفه صح، خدمه يعني وظيفه عادي، قال استاذ معلم طبيب كذا صح. ننتقل الى الحال والتمييز، شفتوا الفرق بين هذا وهذا؟ لان هذا جزء من هذا، هذا المشكل تاعه برك، ولكن بسيط جدا. انا 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 قادر نقريك بدل اللي يجي في البكالوريا، بدل الكل من الكل، بدل جزء من الكل، بدل اشتمال، وراح هنا نشوش عليك. احنا محتاجين فكره واحده نفيزو عليها، هي بدل الكل من الكل، او بدل من اسم الاشاره. بدل من اسم الاشاره هو اللي رانا محتاجينه يجي في البكالوريا، وهذا النوع من البدل ايضا جاء مرتين في بكالوريا 2000، هذه بكالوريا 2018 شعبة الأدب والفلسفة الموضوع الأول، بكالوريا 2017 أيضا جاء بالنسبة للشعب العلمية، الله أعلم الشعب العلمية، وبالتالي هنا يركزوا لي في هذه الحاجة، الشعب العلمية ولا اللغات؟ أنا لا أتذكر ذلك جيدا صح. الحال، شوفوا المشكل في الحال والتمييز، يشبهوا البعضهم، هما اسم نكرة منصوب، اسم نكرة منصوبة لأن الحال مؤنث، تأتي لتبين هيئة صاحبها، بسيطة جدا، ركز معايا، اسم نكرة منصوبة تأتي لتبين، لتبين ماذا؟ تبين هيئة صاحبها. هذا ثاني اسم نكرة منصوبة، اسم نكرة منصوب يزيل ماذا؟
غموض اسم قبله. غموضا قبله، ركز معايا دوك. انت تقول لي استاذ اسم نكره منصوب، اسم نكره منصوب معناها هنا راح يصرى لنا مشكل. وين رايح تلقى اسم نكره منصوب؟ راح تفكر في شيئين، يا الحال يا التمييز. يا الحال يا التمييز، بسيطه جدا. الحال لازم تفهمني واحد الحاجه، نعطيك طريقه جدا بسيطه. حال اولا تبين الهيئه، تبين ماذا؟ الهيئه. الحال ثانيا يفيد الطروء. وش معنى الطروء يا استاذ؟ بمعنى مؤقت، مؤقت عادي. ركز معي، ركز معي، ها راه بسيط، راه بسيط. شوف، جاء المعلم مبتسما، وراها النكره المنصوبه هنا مباشره تقول لي هاي وراها. عندي شك دوكا، حال ولا تمييز؟ سقسيك سؤال، هذا المبتسم هذا يبين هيئة صاحبه؟ تقول لي نعم يبين هيئة المعلم. كيف جاء المعلم؟ جاء مبتسم. هذه رقم واحد. رقم اثنين، هذا المبتسم هذا مبتسم طول حياته ولا لحظة برك مبتسم؟ تقول لي أستاذ مبتسم 10 دقائق 5 دقائق وينتهي الأمر مثلا. ها دخل الطفل مثلا باكيا. يجمع باكيا هذه، هاي باكيا، تقول لي أستاذ باكيا هي النكرة المنصوبة، هي اللي راني شاك فيها حال ولا تمييز. صحيك هذاك، صح. باكيا هذه، فكر لي في الموضوع، هل تبين الهيئة؟ تقول لي أستاذ نعم، ونستطيع طرح السؤال ماذا؟ طرح السؤال ماذا؟ طرح السؤال كيف؟ وإني لا أحبذ هذا السؤال لأنه تاع رابعة ابتدائي، وأنتم مستواكم الله يبارك عالي، هذا السؤال ديروه في حالة النجدة فقط، حالة النجدة إذا حصل. ولكن خلاص بينتنا الهيئة، هل يفيد الطروء أم هل هو دائم؟ تقول لي أستاذ لا، يفيد الطروء فقط، أنا حاجة زمنية وتنتهي، متفاهمين؟ جيد. الله تعالى يقول يا إخوة سيدنا يوسف، وجاءوا أباهم، جاءوا أباهم عشاء يبكون. يا جماعة يبكون هذه يبكوا طول حياتهم ولا مؤقتة؟ تقول لي أستاذ مؤقتة، هذه حال جملة، ولكن حبيت نضرب بها المثال باش نبين لك باللي الحال راه يبين الهيئة إضافة إلى أنه يفيد الطروء. كاين اللي يقول لك الحال مشتقة والتمييز جامد، لا التمييز مو جامد وهذا خطأ فادح وراح نتعرفوا عليه فيما بعد. اثنين يا خويا خلاص الحال طبقته، فهمته، سكرته، روح لي للتمييز. الحال قلنا يفيد يبين الهيئة ويفيد الطروء. على من يعود الحال؟ يعود الحال على الفاعل، على المفعول به، على المبتدأ، على الخبر، على المجرور، و يعني ما يهمكش انت على من يعود، المهم انت لقيت كلمه نكره منصوبه اذا لقيت فيها الشرط انها تبين الهيئه وانها طارئه معناها تفيد الطرق، ما تطولش بمعنى انت راك تتعامل معها حال. وراني نعاود نكرر باللي رانا نقراه في الحال تاع الباك، اللي رانا محتاجينه في الباك، رانا نحتاجه في حاجه نتاع باك، حاجه بسيطه سهله متفاهمين. دوك نوريكم كيفاش جا الحال في الباك وكيفاش جا التمييز، بسيطه. شوف معايا الان، التمييز لازم يتوفر فيه شرطين. شوف، التمييز اسم نكرة يأتي بعد اسم عدد ولا اسم وزن ولا اسم الكيل واسم المساحة ولا اسم مساحة ولا طول، ولا قد يأتي حتى بعد اسم تفضيل. ولكن لا تسلموا الجرة كل مرة، قادر يجيك بعد اسم تفضيل، ولكن ثاني قادر ما يجيكش بعد اسم تفضيل. ركز معي مثلا، نبدأ بالعدد، نروحوا للعدد باش نوريكم العدد كيف يجي. العدد يأتي بعد اسم العدد، ونريكم كيف يجي بعد اسم الوزن، وبعد المساحة والطول، وبعدها التفضيل، باش نفهمكم فيها بالوحدة. في جيبي 20 دينارا، وراها الكلمة اللي راك شاك فيها حال ولا تمييز، يقول لي اوتوماتيك مو دينارا لأنها نكرة منصوبة، أنا راني شاك في هذه، درك هذه حال ولا تمييز؟
تقول لي يا استاذ هذه تمييز، علاش؟ لان قدامها اسم من اسماء العدد، وهذه قاعده سهله بسيطه جدا الناس قاعد تعرفها. بمعنى وين تلقى اسم من اسماء العدد؟ الاسم اللي بعده اذا كان منصوب، اذا كان منصوب احذر احذر، اذا كان منصوب يعرب تمييز، اذا كان مش منصوب لا يعرب تمييز. صح. الوزن مثلا اشتريت رطلا عسلا، ورا الكلمه اللي شاك فيها تقول لي استاذ راني شاك في عسلا، علاه؟ لان هنا كره منصوبه، شوف ايش كاين قدامها رطلا، خلاص تمييز. المساحه اشتريت فدانا، عندي مثلا اشتريت فدانا، عندي فدان مثلا قمحا، قمحا خلاص واضحه تمييز لانه قدامها فدان متر كذا. التفضيل الامر اكثر تعقيدا، امر اكثر تعقيدا، كيفاش عرفتها؟ لانه قدامها اسم تفضيل. صح. المشكله هذا باك المشكله ان التمييز في الباك مش راح يجيك بهذا الشكل البسيط، هذا خلاص هذا على بالك يقراه سنه رابعه ابتدائي. حذاري، واش راني نقول لك؟ هذا راه تاع رابعه ابتدائي، هذو كامل تاع رابعه ابتدائي. بمعنى انت مش راح يجيك بهذا الشكل، راح يخرج لك الى الشكل الثاني اللي هو خارج القاعده هذه. قلنا اذا جاء بعد اسم عدد، بعد وزن، بعد مساحه، وبعد اسم تفضيل، الحال خلاص، الحال كملناه طبقناه، قلنا يفيد يبين الهيئه ويفيد الطرق. كون تلاحظ هنا باللي دينارا هل تبين الهيئه؟ نقول استاذ ما بينتناش الهيئه. هل تفيد الطرق؟ دينار زعما دينار كل يوم، قدوه درهم، بعد قدوه يولي دولار، لا يمكن. لماذا؟ لان الدينار يبقى دينار طول، العسل يبقى عسل طول. التعقيد تعقيد، لا يعني تعقيد هنا، هنا دخلنا في مشكله هنا، فهمتوا مسألة متوش؟ ولكن لا تفيد الهيئة، ما بينتناش الهيئة. القمح راك معايا ماكش معايا؟ لا يفيد الطرق. نعطيكم باك باش تفهموا كيفاش نمحي هذه، معليش باش لازم تفهموا لي هذه المسألة. نريكم التمييز كيفاش جا في الباك. ها باك 2016. شوف، يقول الشاعر كلما زاد علما زاد كفرانا. قال لك عرب لي كلمة علما، خلاص انت قال لك عرب لي كلمة علما، عندك راك مشتبه فيها هذه الكلمة انها يا حال يا تمييز، راك تشتبه هنا درك. قال هذه حال ولا تمييز؟ درك. هل علما، السؤال الاول اللي تطرحه على العرب، هل علما تبين الهيئة ولا لا؟ ايه بينت الهيئة، هيئة تعمل. لماذا؟ لان الحال عنده صاحب الحال. قول لي استاذ صح، هي تعمل ما كانش. حاجه ثانيه، هل علما هذه مؤقته ام دائمه؟ تقول لي استاذ العلم دائم، ماهوش حاجه مؤقته، متفاهمين؟ ولكن مبتسما بينتنا الهيئه تحت مربوطه بهذا. وزيد بزياده مؤقته، هذه لا ماهيش مؤقته وما هي مربوطه بحتى واحد في هذه الحاله فقط. باك واحد اخر، وهذا من اصعب البكالوريات اللي جات. اقدم جسدها شهادة. هذه شهادة خلاص انت راك امام نكرة منصوبة، راك تشتبه في الحال والتمييز. سقسيكم سؤال، شهادة تقول لي استاذ احبس، استاذ راجع على جسد، معناها حال. يا بني ما تسرعش، هل شهادة صح ازالت غموض الجسد؟ هذا بعض تابع عليه، ولكن هل تفيد الطرق؟ أما هي ثابتة؟ قول لي صح أستاذ، شهادة طول، ما أنا مش حاجة مؤقتة. وبالتالي الفرق بين الحال والتمييز هو كما تقدمت وشرحت، وأنا أعطيت لكم زوج بكالوريات، هذا البكالوريا وهذه بكالوريا. بمعنى التمييز ماهوش رايح يجيك كما رانا نقراو في ليكول إكزاكت. بمعنى احنا في ليكول نقولوا بأنه يأتي بعد اسم الوزن، اسم الكيل، اسم الكذا، ولكن في البكالوريا تجيك حاجة واحدة أخرى تماما كما هذه وهذه. انت تشك هنا باللي راها ماذا؟ تشك باللي راها حال. لماذا؟ زاد علما. بصح استاذ حاب نسقسيك، علاه مش مفعول به زاد؟ زاد فعل، لا لازم، يحتاج مفعول به. زاد الرجل، ما يحتاج اصلا مفعول به هذا، وبالتالي هذا يا حال يا تمييز. شهادة متمين راجع الجسد، ها ولكن
هل بينت لنا حالته أزالت غموضه؟ نقدر نقولهم في زوجي بينت لنا حالة أزالت غموضه. سؤال ثاني، مازلت شاك لأنها راجعة، الحال يرجع والتمييز يرجع، مازلت شاك، هل هي مؤقتة أم ثابتة؟ الأستاذ ثابتة، ما هيش مؤقتة، وبالتالي أكيد تمييز. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.